عليكم على أجواء ديال المغرب مزيانة، فرحانة بزاف أنني في المغرب وبين عائلتي وبين الناس ديالي، والمغرب كله عائلتي. والمغرب والعيد الحالة هذه كان شوية ديفرن على دابا مني كنت هنا في المغرب. الحمد لله أنا عايشة في أمريكا وما عندناش لا جو ولا حتى حاجة وما تنحسوش به، ودابا أنا جيت ندوزو مع عائلتي وبلادي وعائلتي كله المغرب، وفرحانة بزاف وتنقول للمغاربة عيد مبارك سعيد، وتعيدوا وتعاودوا ودائما نجي نلقى المغرب إن شاء الله. ان شاء الله مغلق قدام وفرحانه، وان شاء الله الله يخلي لنا كل شيء هكذا. عيدكم مبارك سعيد، وكل عام نعيدوا بالصحه والهنا، ودائما ان شاء الله اجواء زينه عندنا احنا في المغرب. اسيدي مبارك سعيد، وتعاودوا بالصحه والهنا، وزيدوا زيدوا زيد الله يكمل بخير ان شاء الله. العقبه العام الفايت ان شاء الله، واخا ما ربحناش هذا العام، العام الجاي نربح ان شاء الله. عيد مبارك سعيد مغاربة، وما كاش العيد بحال المغرب كاع، وعاش الملك. والمغاربة نطلبوا لهم كل عام وهما بخير، وعيدوا مع العائلة ديالهم وحبابهم، والله يدخل عليهم هالعام مبارك سعيد هالعيد. ونشكروا المغاربة ديالنا والمهاجرين تاع برا اللي هادي يعيدوا معنا، مرحبا بهم بلادهم. وهذا ما نطلبوا لخوتنا المغاربة والمسلمين كاع. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.